طب خلوني اتكلم على، يعني احنا اتكلمنا على فرص. السؤال اللي هو الاولاني اللي كان، هل احنا في مصر مستعدين، السؤال بتاع المتوسط يعني، ان احنا نبقى مركز للطاقه في منطقتنا؟ احنا بنعمل على كده، وبدانا في الموضوع ده تقريبا من 4 سنين، واحنا مستعدين. وبنقول للاصدقاء في اوروبا، ويمكن هقول على مشروعين ثلاثه بنتكلم عليهم دلوقتي، الهدف منهم يحقق او يضع لبنه قويه في مجال اللي انتم تكلمتوا عليه، او اللي انت تكلمت عليه تحديدا. هل مصر لديها القدره على انها تقوم بامداد اوروبا او جزء منها بالطاقه؟ ايوه. طب احنا بنعمل على كده؟ ايوه. طب بنعمل ايه؟ انا بتكلم على ربط كهربائي بيننا وما بين اليونان وقبرص، بنتكلم على ربط سواء كان يعني بالغاز كحركة ناقلات من خلال ان مصر تبقى يعني مركز لنقل او للغاز لاوروبا. احنا متحركين على ده، ولدينا البنية الاساسية في ده، ولدينا ايضا يعني قدرنا من خلال منتدى شرق المتوسط ان احنا نضع لبنة مهمة في هذا الامر. طيب فيما يخص الطاقة المتجددة، مش بنبان بس، احنا بنقول احنا صحيح مصر بتعيش على تقريبا اقل من 10% من مساحة ارضها، لان بيت الارض ارض صحراوية، وده بيعطينا فرصة. الفرصة ايه؟ ان احنا مستعدين نعمل مزارع لانتاج الطاقة المتجددة، سواء كانت الطاقة ديت طاقة شمسية او طاقة رياح، او حتى احنا دلوقتي بنتكلم على مشاريع لطاقة الهيدروجين. احنا مستعدين لده، ومستعدين لده بالتشريعات، ومستعدين لده بالإرادة السياسية، وقادرين على ان احنا نلبي هذا الامر. واستقرار مصر يقدر يحقق ان، لان طبعا لما تيجي تتكلم على طاقة لدول هتقوم عليها اقتصاديات كبيرة جدا جدا، اذا بقى تقول ان انا هاخد جزء من طاقتي من دولة زي مصر، لازم تكون الدولة دي دولة مستقرة وقادرة على تلبية هذا الامر على مدار الشهور والسنين. اتصور ان احنا حققنا ده خلال الفترة اللي فاتت. انا عايز اقول لكم على حاجة، وانا بقولها لكل اللي بيسمعني دلوقتي وحتى المصريين. لما كان عندنا مشكلة طاقة من حوالي يعني في 2014، كان الامل اللي كان موجود ان الناس متصورة ان احنا بنسعى فقط ان احنا نعمل انتاج لطاقة الكهربائية عشان نحقق او نوفر او نسد العجز اللي موجود عندنا. لا، احنا ما عملناش كده بس، احنا بنتكلم على 3 عناصر في مجال الطاقة عشان تخلي مصر دولة محورية في هذا المجال، مش بس مع اوروبا، لا، مع كل جيرانها، مع السودان، مع ليبيا، مع السعودية، مع الاردن، مع اسرائيل. احنا قادرين على ان احنا نبقى دولة تقدر ببنية أساسية للطاقة متقدمة. يعني فقط عندنا وفرة في الطاقة؟ لا، احنا بنتكلم على شبكات نقل وتوزيع متقدمة، بنتكلم على شبكات أو بنتكلم على محطات تحكم في هذه الطاقة متقدمة. وكان كلامي مع الحكومة خلال ال4 سنين اللي فاتوا ان احنا لابد ان يكون بنية الطاقة في مصر لا تقل عن أي دولة متقدمة في هذا المجال. طب ده كان هدفه ايه؟ احنا شايفين ان العالم كله رايح للربط العالمي بين القارات في مجال الطاقه، وبالتالي انت لو ما كنتش مستعد لهذا الامر، مش هتجد، مش اراده سياسيه هنا، الناس مستعده لده بس انت مش مستعد. الموضوع محتاج وقت وجهد واستثمارات تتعمل ومشاريع تقول انك انت جاهز. احنا اللي احنا رايحين له، اتصور خلال 2-3 سنين ان احنا تبقى عندنا شبكه بنية تحكم حجم من الانتاج من الطاقة، نستطيع من خلاله ان احنا نقول ان احنا مستعدين للتعاون مع كل الجيران بشكل متقدم جدا، مش قدرة متواضعة او قدرة محتاجة تطوير. لا، احنا شغالين في التطوير دلوقتي. وانا عايز اقول لك ان اللي بيننا وبين التطوير هو الوقت. الشركات مش قادرة تلبي، وانا خاصة السنتين اللي فاتوا دول، ولا يا دكتور مصطفى، مش قادرة تلبي مطالبنا
في المعدات وهذا القبيل، نتيجه الظروف اللي مرت كل حاجه كان ليها تاثير في اللي اتاجلت واللي اتاخرت وكلام من هذا القبيل. لكن انا عايز اطمنك ان احنا مستعدين، مش مستعدين من ان احنا فقط زي ما قلت كده بانتاج متوفر ولا حاجه، لا احنا بنتكلم على قدره وبنيه اساسيه متطوره في هذا المجال. مستعدين لهذا الامر طبعا، عندنا الاراده لده صحيح، بنتحرك فيه ايوه، ولكن طبعا احنا مش فقط يعني الموضوع مش مرتبط فقط ان انا ابقى عندي السداد لكده، هو ايضا الاخرين يكونوا شايفين ان مصر تمثل لهم فرصه في هذه الطاقه اللي هي تكلفتها اكيد اقل، وايضا تاثيرها البيئي جيد، ما ليش اي تاثير. ده فيما يخص الموضوع ان احنا بنتحرك في هذا المجال او لا.